أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. من أيام أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنها حققت 26 مليار جنيه أرباح عن العام المالي 2023، ودفعت ضرائب كمان 11.6 من 10 مليار جنيه، منهم 8.6 من 10 مليار جنيه خلال 2023 بس. والحقيقة أن ده من الأخبار اللي مفرحة جدا أو بتفرحنا جدا، لأنها يعني بتلغي الكلام اللي اتقال زمان عن العاصمة الإدارية إنها كلفتنا فلوس كتير. دلوقتي هنتكلم عن كل ما يخص ميزانية الشركة عن العام المالي 2023 في لقاء خاص جدا كله أرقام مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. أهلا بك. يمكن دايما احنا بيبقى لينا السبق في الأرقام وكل حاجة تخص، أو عموما كل حاجة تخص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ولكن في البداية حابة يعني أبارك لحضرتك على اختيار مجلة فوربس كأقوى الرؤساء التنفيذيين عن عام 2024. الحقيقة حضرتك تستاهلها يعني، فأولا ألف مبروك. الله يخليك. ميرسي جدا. طبعا ده مجهود، يعني يمكن احنا قدام لك ده مجهود طبعا كل العاملين في الشركة، فده طبعا يعني مش شغل الفرد، المجموعة كلها، فالحمد لله يعني. طيب خلينا بقى نبدأ كلامنا عن ميزانية السنة دي. حابة حضرتك تكلمنا في البداية عن الأرباح، لو نوضحها للمشاهدين دلوقتي. احنا الحمد لله السنة دي حققنا 26 مليار جنيه أرباح قبل الضرائب، وده بزيادة 29% عن السنة اللي فاتت. بزيادة 29% عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت احنا عملنا حوالي 20 مليار جنيه، والحمد لله كنا واعدين السادة المساهمين كإدارة تنفيذية ان احنا نحقق 25% على السنة اللي فاتت. نجحنا الحمد لله ان احنا نعمل 29% اللي هي 26 مليار قبل الضرائب، وده رقم الحمد لله اعتقد يعني كل سنه بتصعب علينا ان احنا مطلوب منا ان احنا نعمل اكتر من كده. ازاي اتطورت يا باشمهندس عن بدايه شغل او بدايه شركه العاصمه الاداريه؟ لازم خلينا نتكلم طبعا، البدايه كانت كلها تجهيزات والحاجات دي كلها، ولازم كان في شغل لسه، ما كانش فيه يمكن ايرادات بهذا الحجم في الشركه. الحمد لله احنا اخر سنتين او ثلاث سنين قدرنا نزود الايرادات بشكل كبير، قدرنا بعض الاعمال ننتهي منها، وبالتالي حققت لنا بعض الارباح، ودي اللي وصلت لنا ان احنا نوصل النهارده ل 26 مليار جنيه. يمكن على مدى الشركه كلها بالكامل سبع سنين احنا حققنا ارباح تراكميه تقترب من 53 مليار جنيه قبل الضرايب، وده رقم طبعا في سبع سنين في شركه جديده رقم كبير. كبير الحمد لله. الحمد لله. يا فندم ممكن تشرح لنا ازاي الارباح دي اتحققت؟ طبعا اتحققت احنا عندنا كذا حاجه، يعني طبعا في ارباح اتحققت من النشاط، في ارباح اتحققت من ايرادات اخرى من اعمال اخرى، لكن اهم اساسيه طبعا النشاط اللي هو سواء من بيع الاراضي او تسليم الاراضي، ان احنا قدرنا نخلص مناطق كتير المرافق بالكامل فيها، وقدرنا نسلم الاراضي، وبالتالي قدرنا نحقق منها ايرادات وارباحنا. فطبعا ده يعني مجهود محطوط بالكامل. وعندنا بعض الايرادات التمويليه اللي هي بنسميها احنا اللي هي فوائد الايرادات التمويليه اللي هي زي فوائد البنوك والحاجات دي كلها. فهو ده اللي قدر يحقق لنا المجمل عملنا بالايرادات التمويليه، قدرنا نحقق هذا الرقم يعني. طيب لو اتكلمنا بقى عن الضرايب، حابة حضرتك برضو تشرح لنا موضوع الضرايب بالتفصيل. دفعنا كام السنة دي؟ السنة دي احنا مجمل الضرايب عندنا حوالي 11 مليار جنيه في السبع سنين، في السنة دي بس. في السنة دي بس. السنة دي بس. منهم عندنا الضرايب كذا نوع، عندنا ضرايب على الدخل، ودفعنا زي ما انت ذكرتي 8.6 ضريبه قيمه مضافه، وفي قيمه مضافه حوالي 3.10 مليار. في عندنا ضريبه على الارباح اللي احنا بنوزعها دي بندفع عليها ضرايب حوالي مليار و300 تانيين، وفي مساهمه تكافليه اللي هي كانت موجوده القانون الصادر ايام كائحه كورونا، مسددين حوالي 200 مليون جنيه في المساهمة التكافلية، فالإجمالي كله يقترب من 11.7 مليار جنيه. هل في رقم واضح لإجمالي سبع سنين؟ سبع سنين يعني حوالي 19 مليار و8 يعني نقدر نقول 20 مليار جنيه، بيختلف طبعا أنواع الضرايب زي ما أنا قلت يعني. السنة اللي فاتت احنا كنا مسددين ضرايب كأرباح 6.3، السنة دي احنا 8.7، فيعني كل ده أنا بقول دايما كل دي عوائد جت للدولة من منطقة ما كانت من سبع سنين لا تساوي شيء. صحيح. كانت منطقة صحراوية ما فيش أي حاجة، النهاردة مش بس أرباح، أرباح إنه في الآخر إحنا مساهمين الشركة جهات في الدولة، فدي أرباح ليهم، زائد إن إحنا النهاردة العوائد اللي سددت للدولة، فيعني إحنا بنتكلم في سبع سنين ممكن يكون ما ردوا للدولة ما يقرب من 80 90 مليار جنيه.